المحاضرة الأولى لمادة اقتصاديات الموارد الطبيعية لطلاب الفرقة الأولى دبلوم الاقتصاد الإداري. في المحاضرة الأولى اتكلمنا عن مقدمة عن اقتصاديات الموارد الطبيعية، اتكلمنا فيها عن ما هي الموارد الاقتصادية، ايه هي الموارد الطبيعية. تم تصنيف الموارد الطبيعية سواء حسب عمرها الزمني أو حسب أصلها وعمرها الزمني. أيضا أهمية دراسة اقتصادات الموارد الطبيعية.